لكم وزارة الصحة والسكان تنفيذ إدارة الأشغال العسكرية من فاطمة صلاح. هنتكلم عن اسم عريف على المشروعات. يلا. هناك. هذه كلمتين اثنين بس. في المساجد هنا من 70 سنة. ماشي. من سنة السبعينات. 70 سنة؟ أنا بقول لك عن 63. 63. عيالي بالحدايق وكل حاجة. ماشي. فساعتها في المؤسسة البيوت والله العظيم بالعيد والفشل خمس سنوات. والنهار علينا. المطبخ ثلاث سنين. المطبخ ثلاث سنين. والله العظيم ما عرفت اللي حصل. وعلى سعادتك انت تجري بس الناس كلها عايزاك يا فندم تجري. تفضل معلش. في معرض تاني غير الوضع افطار رمضان. ايه الوحيده ابتدائي في العز. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ كويس. ايه الجمال ده؟ وانت كمان جميله. احنا اصلا كنا تحت الارض لغايه الوقت لما حضرتك جيت لنا رفعت الروح المعنويه مننا. يعني نعمل تحليل ان شاء الله وهكشف عليه حضرتك وهشوف اللازم اللي يتعمل. في طبعا ترابيزتين بينك دول مختارين هذول اللي كانوا جوه تمام والصلاه هتستكمل بس ما تقدرش بقى دي يا فندم. يمكن بس نشوف المكتبة لو سمحت.